شكرا للزميل محمد المحي، وشكرا لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يعني على تجاوبه مع دعوة البرنامج لإجراء هذا اللقاء. يقال إنه يصيب 2.3% من الناس في مرحلة معينة من حياتهم، وإن أسباب الإصابة به لا تبدو واضحة ومعلومة بدقة حتى الآن، وإنه في حالات متطورة يمكن أن يوصل إلى الانتحار. الوسواس القهري أحد الأمراض النفسية التي تحتاج تفصيلا من رجل مختص مثل بروفيسور واستشاري الطب النفسي وأمين عام اتحاد الأطباء النفسيين العرب الدكتور طارق الحبيب. دكتور أنا شخصيا والله مشتاق لك جدا، وحياك في أهلا. وأنا أسف على انقطاع الفترة الطويلة. يا مرحبا، أنا مشتاق لك كثير، وأحبابنا المصورين والمخرجين، وأتشرف أن أكون بين أيديكم. أهلا بك. نعود للأمراض اليوم دكتور، بعد ما تكلمنا في فترات سابقة على يعني أكثر من مرض. الوسواس القهري بداية كيف نعرفه للناس؟ الوسواس القهري هي أفكار متكررة أو أفعال متكررة أو خواطر متكررة أو خيالات متكررة تتكرر على الإنسان، ويعرف أنها خاطئة ويعرف أنها لا معنى لها، بل ربما يصفها بالغباء أحيانا، لكنها تقتحم عقله اقتحاما ويحاول أن يقاومها ويجتهد في المقاومة، لكنه في أغلب الأحيان يفشل. في أغلب الأحيان، نعم. ولذلك هو يتوتر، ولذلك حينما يشتكي هذا الإنسان من وسواس قهري وتأتي إلى تطمينه فإنه لا يتأثر. لماذا؟ لأن ميب المشكلة عنده هو في خطأ الفكرة، وإنما في إلحاحها، في تكراره، ويعرف أنه غلط، فلما تقول أنه غلط وترى مو بصحيح ويهدأ هدوءا مؤقتا. لا، هدوء هذا هو عبارة عن تطمين مؤقت، لكنه لم يكن علاجا صحيحا. العلاج هي لاقتحام الأفكار وليس لطبيعة الأفكار. فطبيعتها يعرف أنها خاطئة. طيب لاقتحام الأفكار بمعنى أنه كيف يستطيع أنه يوصل لها النقطة في ذاكرته أو في سلوكياته ويغيرها؟ لا، إنما كيف يمنع دخول الأفكار، ومن هنا يأتي العلاج السلوكي هو الأساس ربما في علاج مثل هالأمر. مثلا واحد عنده فكرة مثلا أنه ما توضأ ويقضي عيد الوضوء. أنا عندي كم مرضى الله يطول عمرك يدخل الوضوء صلاة الظهر ويخرج منها مع صلاة العشاء، فيصلي 4 فروض بوضوء واحد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، حتى ما يوسوس أنه ما وضأ. إيه نعم، توضأ يقول لا أنا ما غسلت. فعنده هو يقولون شوف أني متوضي لكن عندي فكرة ملحة متكررة أني ما توضيت، فيضطر أنه هيش يعيد الوضوء عشان يتخلص من الإلحاح، مش عشان أنه ما توضأ في توضأ. فكل ما توضأ تستمر الفكرة. لماذا؟ لأنه لم يعالج الإلحاح. علاج الإلحاح له طريقة مستقلة، وهي اللي نستخدم فيها العلاج السلوكي والمعرفي جزئيا. جميل. متى نقدر نفرق بين الحالة العادية إذا كان فيها حالات عادية تمر على الإنسان، والحالة اللي نسميها مرضية؟ دائما في كل الأمراض نفرح، إذا أثرت هذه الأعراض النفسية على حياتي فهي مرض، سواء في الركن الزواجي أو الاجتماعي أو الدراسي أو الوظيفي، 4 أركان. طيب. أو في كل الأركان. أما إن لم تؤثر فلا نسميها أمراضا وإنما نسميها أعراضا، وعلى حسب العرض يتم التعامل. طيب الأعراض هذه وش هي؟ كيف بدايات ظهورها اللي لازم يتنبه لها الإنسان ويقول أنا مقدم على حالة مرضية الوسواس القهري؟ إذا جاءت هذه الأفكار الملحة وأمثلتها اللي قلنا والله ما توضيت، بعض الناس حينما يقابل الناس يشوف أن عينه تذهب إلى أعضائه التناسلية فيقول أنا مجرم، أنا فيني ما فيني. طيب هل أنت تتلذذ بالنظر؟ لا، يقول أنا متضايق وغصب علي يصير، هذا حالة وسواس. بعضهم يصير بالشارع ينفرح وفجأة يرجع يدور. ليش؟ أحس كأني صدمت أحد. صدمت أحد؟ لا، بس في فكرة ملحة تقول ارجع، فيقدر يدور بنفس الشارع. بعض الأمهات تدخل المطبخ تخاف ترجع. ليش؟ عندها هاجس ملح، خذي سكين واطعني ولدك. أنا يا دكتورة بذبح عيالي، أنا يا دكتورة. لا، هذه حالة وسواس تماما، ولم يسجل أحد ذبح عياله مثل هذه الحالة. أحيانا بعض الناس تجي أفكار ملحة في الدين، أنه يسب الله سبحانه وتعالى، تعالى علوا كبيرا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا كفرت، يبدأ ما يصلي ولا يدري أن هذا السب الذي حدث منه حالة مرضية. وقد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء أحد الصحابة، وكلامه كان عن مرض الوسواس القهري. ففرق بين الوسواس القهري المرضي وفرق بين الوسواس الشيطاني، هذا الخلط. وأعتقد أن سببه الأطباء النفسيين. لماذا؟ لما ترجمنا سببه الأطباء؟ أي لما ترجمنا كلمة obsession من المفردة الإنجليزية للعربية ترجمناها وسواس. وسواس هذه مفردة دينية لأنها جاءت في القرآن قبل أن نعرف مرض الوسواس القهري المرضي،
لأنه عرف أو سمي بهذا المصطلح في عام 1004، ربما أبو محمد الرملي من أوائل من استخدمها تماما. كان لزاما أن نترجمه ترجمة أخرى، مثل استحواذ القهري لكان أبعد، وربما جاءت أعراضه مستقلة عن الوسواس الشيطاني. أما حينما تشابهت المفردة جاء التنازع بين علماء الدين وعلماء الطب النفسي، هؤلاء يقولون هذا مرض نفسي وهذا يقولون الشيطان، لكن لو الترجمة كانت مختلفة لربما كان الأمر مختلف. لكن الحالتين موجودة اليوم، إن هناك نوع من الوسواس ما له علاقة بالمرض. جدا، الوسواس الشيطاني غير الوسواس. وش حالاته مثلا عشان الوسواس الشيطاني يدعوك إلى محبوبات النفس، انظر إلى تلك الفتاة الجميلة، خذ هذا الشيء، أشياء من محبوباتك وتقاوم تماما لكن فيها تلذذ. الوسواس القهري المرضي لا، أشياء أنت تكرهها، أنت ما تريدها، توض 10 ساعات أنت ما تبغاها، لكن فكرة ملحة. هذه الأفكار التي تتكرر، بعض الناس يجيها أفكار جنسية مع أمه مع كذا ويتقطع، بعضهم يطول العمر عنده يصوم يوم ويفطر يوم ويقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه يكفر عن فكرة عنده، يقول إني خرجت من الدين، وهي في الأساس ليست موجودة، بل قربة إلى الله سيدي هي موجودة كمرض. ولقد سألت ابن عثيمين رحمه الله، كنت في سفر، أتذكر السنة بالضبط، كنت في سفر في الطائرة فتصادفت أن الشيخ موجود وجلست بجنبه، لأن أنا من مدينة واحدة يعرفني وأعرفه رحمه الله، فسألته عن مرض الوسواس القهري، قال هم مأجورين. قلت يا شيخ، واحد يوسوس أنه يشتم الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وسواس وليس اعتقادا، فرق بين الثنتين. وقد يأتيني بعض من طلبة العلم من يتشرف الناس في الجلوس في مجالسهم يتقطع من جوا، يا دكتور أنا علم الناس وأنا أشتم الله في لساني، ويتقطع ويقوم الليل للتكفير، ما كان إلا مرضا. قصرنا نحن الأطباء بالتنويه، وشكرا لك لاختيار هذا العنوان لكي نشرح هذا المرض تماما. وقد كانت عند الصحابة هذه الأشياء، لأن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضنا في معنى الحديث وسأذكر نصه، يأتيه من الهواجس ما أن تنشق به الأرض وتبلع أرحم عنده، قال ذاك صريح الإيمان. فاستشهد بها ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث. قلت يا شيخ بنقل عنك، قال انقل. قلت بكتب عنك، يا طارق وش فيك اليوم؟ أقول لك اكتب، أقول لك انقل. فهنا أنقل للبشرية ما قاله رحمه الله، أن هذا حالة مرضية والإنسان مأجور عليها كما أجور. كيف واحد مأجور على السب الله؟ ليس مأجورا على السب وإنما على المرضية. فإذا هدأ استطاع أن يقاوم الوسواس. ليش؟ لأنه إذا زاد الوسواس زاد القلق، إذا زاد القلق قدرتك على المقاومة الوسواس والتعامل معه تقل، فيزداد الوسواس، وهكذا في حالة تصاعد. نعم. عودة إلى الحالات المرضية للوسواس القهري، هل هناك سن معين يكثر فيه؟ الوسواس ممكن يبدأ من الطفولة، هناك ما يسمى وسواس الطفولة، وكلما بدأ مبكرا كلما كانت الأسباب الوراثية أعلى وكلما كانت نسبة التشافي أقل. عادة يبدأ قبل 20 ونادرا يبدأ بعد 35، لكن قد يبدأ في 60، وإذا بدأ في 60 ونبه من هذا المنبر الجميل، لربما كانت علة عضوية داخلية ظهرت بهذا الشكل، فمن النادر أن يبدأ كمرض نفسي، لكن غالبا قد يكون سببه عضوي، والوسواس هنا يكون مظهره مختلفا. جميل. أنا ما ودي أفصل فيها كأني أدرس بكلية الطب، فحاول أن أقدم المعلومة بأيسر طريقة. جميل. سنتحدث عن العلاج وطريقة التداوي لكن بعد الفاصل بعد إذنك. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله من جديد في هلا. أتحدث مع الدكتور طارق الحبيب عن الوسواس القهري. أرحب فيك مجددا دكتور. يا هلا. الدراسات اللي عملت حول الوسواس القهري، هل هناك أفضلية أو أكثرية مثلا عند النساء غير الرجال أو العكس؟ لا، بشكل عام يتساوي الرجال والنساء في الإصابة بالوسواس القهري. طيب، الأشخاص المحيطين بالشخص المصاب بوسواس قهري هل يستطيعون المساعدة في علاجه سلوكيا مثلا؟ جدا، إذا فهموا طبيعة المرض مشكليتهم هم يصححون الفكرة. يجب أن يستخدموا مهارات عملية إلحاح الفكرة، القضاء على إلحاح الفكرة، وهي في أركان ثلاثة يسيرة ننبه لها الناس. الركن الأول هو قطع التفكير، يعني وانت ما توضيت اقطع الفكرة. زين؟ أنت يا الشخص اقطع الفكرة، مهما لحت اقرأ اقطع الفكرة. الشيء الثاني عدم الاستجابة. كيف؟ عيد الوضوء، لا تعيده. إذا قطع الفكرة، عدم الاستجابة، وبعدها صرف الانتباه. مثلا قاعدة توضأ قطعت الفكرة ما استجاب، تصرف الانتباه، يا بنت فلانة صوت لها حاجة محبوبة عندي أكثر من هذه الأفكار. يا سلام.
فانشغلوا بأعلى. إشكالية بعض الناس أنه يصرف انتباهه لشيء قم واقف، إذا أنت قاعد قاعد وقف، لا ما ينفع، لأن هذه غير محبوبات بأهمية الوضوء. مثلا إنسان متدين جدا ويعتقد في الوضوء اعتقادا ربما فيه زيادة، لن تغني هذه الفكرة عن عملية الوضوء. إذا لازم آتي بفكرة أخرى، أتذكر الجنة والنار، أتذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بجماله يوم القيامة حينما نلقاه. بهذه الطريقة أأتي بفكرة أكبر من هذا الأمر. لكن فهم طبيعة المرض هي رقم واحد. عظيم. طيب المريض نفسه بالوسواس القهري يعرف أنه مريض؟ طبعا، لأنه ليس مريضا عقليا إنما مريضا نفسيا، فيعرف أن عنده علة، لكن هل ينسبها للشيطان أم للمرض تختلف حسب حضارة المجتمع وتلك التوعية في ذلك المجتمع. طيب بالنسبة للعلاج، أنت تحدثت كثير عن العلاج السلوكي، هل هناك حاجة إلى العلاج المادي الدوائي في هذا المرض؟ طبعا في الحالات المتوسطة والشديدة بشكل خاص، الشديدة لازم من الدوائي، والدوائي على عدة أنواع، وربما تجمع أكثر من عقار في مثل هذا. فأقول من هذا المنبر، إذا بدأ الطبيب بالدوائي فعطوه فرصته. بعض الناس ما أخذ الدواء يأخذوا يوم ويقطعوا يوم، فهم يأخذون آثاره الجانبية دون فوائده، لكن الانتظام به هذا واحد. الشيء الثاني، أدوية الاكتئاب هي أدوية الوسواس هي مضادات الاكتئاب نفسها، فهي تستخدم عدة استخدامات، لكن تختلف كيف أن جرعتها في الوسواس غير جرعتها في الاكتئاب، هذه واحدة. الشيء الثاني، لكي يظهر تأثيرها ما تحتاج أسبوعين ثلاثة زي الاكتئاب، تحتاج أحيانا شهرين إلى ثلاثة شهور. رقم ثلاثة، قد تحتاج معززات من أدوية أخرى كأدوية الذهان بجرعات يسيرة. جميل. لما تقول لي إنها نفس أدوية الاكتئاب يقودني إلى ربط، ما أعرف إذا كان منطقي ولا لا، هل يمكن أن يؤدي الوسواس القهري إلى الاكتئاب مرضيا؟ نعم، ويؤدي الاكتئاب إلى وسواس أحيانا. ولذلك دائما في أخذ التاريخ المرضي يجب أن تحدد أين البيضة وأين الدجاجة، أيهم بدأ أولا وأيهم الأثر. فعادة كما قال ابن سينا، وهذه من جماليات ابن سينا، وأنا أخذ من الماضي ما هو صائب في الحاضر. جميل. لأني لا يمكن أن أوعز الطب لابن سينا، أما ما عند ابن سينا لو قرناه في الحديث فهو هباء منثورا. لكن إذا اجتمع المرض والعرض فإن نبدأ بعلاج المرض، إلا أن يغلب العرض على المرض فنبدأ بالعرض. فحنا نعالج أصل المرض، ثم إذا الأثر كبير فنعالج الأثر معه. جميل. الحديث عن ابن سينا أيضا يقودني إلى نقطة ربط أخرى. اليوم عرف مرض الوسواس القهري من خلال تعريف الأطباء النفسيين وتقدم العلم. قديما كيف كان يتعامل الناس مع هذا المرض؟ كانوا يجهلونه، ما كانوا يعرفونه، بل أحيانا بعضهم مثل أبو الوفاء بن عقيل حينما سأل الرجل يغمس نفسه في الماء عدة مرات وقل ما توضيت، قال هذه به لوثة من الجنون، ما كان معروف تماما. حتى إذا جئت لابن القيم رحمه الله، وقد كتبتها في أحد مؤلفاتي في صفحة 138، ماذا تكلم عن الموسوسين؟ قال أتباع الشياطين، وتكلم عنهم كلام عظيم. وأعذر سيدي ابن القيم رحمه الله لأن المعلومة ما كانت موجودة طبية. لما جاء في صفحة 180 في كتابه غاثة اللهفاني من مصايد الشيطان الذي حققه الفقي تماما، ماذا قال حينما تكلم عن عبد الله بن عمر أنه كان يدخل الماء في داخلة عينه من شدة اهتمامه في عملية الوضوء، هل اهتماما زائدا أم وسواسا قهريا؟ هذه قضية أخرى. فقال ابن عمر لعل بي وسواسا فلا تقتدوا بي. فابن القيم ماذا قال؟ ربما كان وسواسا. طيب يا إمامنا الكبير، في 138 كنت تسب الموسوسين، والآن تقول ربما. ما الذي يعكس ليس جهل ابن القيم رحمه الله، وإنما عدم وجود المعلومة في ذلك الوقت الطبية التي تفرق بين وسواس الشيطان والوسواس المرضي الطبي. جميل. هذا على مستوى الأشخاص. على مستوى الموضوعات، القناعات، الأفكار، ما أعرف إذا السؤال مبالغ فيه أم منطقي، هل يمكن أن يكون هناك وسواس مثلا سياسيا ورياضيا وغيرها، الإيمان بفكرة المؤامرة، الإيمان بأفكار مشابهة، هل لها علاقة بهذا الموضوع؟ هذه مش الوسواس، هذه حاجة ثانية مرتبطة بسمات الشخصية. قد يكون أنا شخصية شكاكة، والله الكاميرا هذه تراقبني، والله كذا، إلا لو اقتنعت تماما فيكون هذا ذهان، هذا حاجة أخرى غير الشخصية تماما. بعض الناس يبالغ في تفاصيل الأمور، هذا الشخصية القلقة. والشخصية القلقة نسبة إصابة مرض الوسواس القهري 35% عندهم الشخصية القلقة، أو متسمى الشخصية الوسواسية المتحذلقة تماما. جميل. لكن على طاري الشعوب أو كذا، ليس فقط أمتنا العربية والإسلامية عند مسألة الخطأ، في الغرب إلى حد قريب ماذا كانوا يعتقدون؟ أنه مستحوذ بالشياطين، وإذا كانوا يؤذونه ويضربون لكي يخرجوا الشياطين من مريض الوسواس أو مريض الذهان. هذه كانت موجودة عندهم؟ نعم. في القرون الوسطى ماذا كان السجانين حتى مرضى الفصام أيضا كانوا يجوعون المريض
ويضربونه تقربا إلى الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الشياطين في داخله، لما تجوعها تموت جوع فتخرج الشياطين، وأنه سبب مرضه أصلا الشيطان جواته. أي معتقدين هذا الشيء. ولذلك من ينتقد أمتنا وشعوبنا الماضية فأقول رفقا، الغرب من ربما بعض الناس يبالغ في تقديرهم، وللغرب احترامي وتقديري، عهدهم أقرب من عهدنا، وعهدنا ربما كان بعيدا بهذه الأفكار، كانوا يعتقدون بهذه الأمور. طيب ناخذ فاصل ونكمل بعد إذنك دكتور، فاصل ونكمل معكم. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، نتحدث عن الوسواس القهري مع الدكتور طارق الحبيب. دكتور، الذي سلوكيا يحاول أن يتغلب من خلال النقاط الثلاث، قطع التفكير، عدم الاستجابة، صرف الانتباه، ألا يمكن أن يحمله هذا وسواس أكبر ومجاهدة مع النفس؟ إذا اقتنع بقيمة هذه المهارات تماما لن يحمله، بل سيستمتع بها. كم يحتاج من الوقت حتى يتجاوز؟ ربما أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيشعر بالنقلة النوعية، ويجب عليه أن يصر عليها. هي مرتبطة بمدى القناعة ومدى قيمة هالمهارات عنده، ما يروح يجربها، لا، يحرق سفنه ويدخل عليها. يا سلام، جميل التعبير. هل يمكن أنه بعد تجاوزها ينتكس مرة أخرى ويعود لنقطة الصفر؟ مثل الإنفلونزا وغيرها. طيب، متى تقول اليوم لموسوس ما انتبه، أنت على الطريق الخطر باتجاه التحول إلى شكل مرضي؟ إذا أثرت على أحد أركانه الحياتية الأربعة اللي أخبرتك عنها، الزواجية، الوظيفية، الدراسية، الاجتماعية. طيب، اليوم اللي يبدأ معه الحالة تطورها، هل فعلا يمكن أن يوصل إلى الانتحار؟ يوصل الانتحار مدى كمية الاكتئاب المصاحبة للوسواس القهري. ما معنى الوسواس القهري عنده؟ لكن أحب أشير لشيء، إن طبيعة المرض يزيد ويقل من نفسه، فأحيانا ربما تأخذ أدوية فترة معينة تقول تحسنت والأدوية ما فادتك، من طبيعة المرض هدأت. وقد تأخذ أدوية في فترة والمرض شد مفيدة لكن خففت من شدته. فينتبه المراجع لمثل هذا. أخيرا، تطمينا أو تنبيها للناس، علاجه سهل وممكن؟ هو أنواع، بعضها مهما عالجت يتدهور المريض، وهي نسبة قليلة، ليست بالكبيرة لا حمد، أو نسبة متوسطة لكي لا أكون مطمنا، وفي نسبة تستجيب استجابة جيدة وإن كانت ليست بالكبيرة، والنسبة المتوسطة ربما هي الأكثر. دكتور طارق، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. شكرا لك. الليلة يلتقيكم الزميل عبد الله المديفر في لقاء خاص مع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في برنامج في الصورة، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.